السلام عليكم. واضح معكم كرم فحيي، العازف جيتار مغربي مقيم بدولة إيطاليا. بالنسبة للحلم ديالي، بدا عندي من الصغر بكون العائلة ديال الوالد ديالي موسيقية. يعني كبرنا في واحد الوسط فني اللي تربينا فيه وتربت الأذن ديالنا على استماع الموسيقى الجميلة. البداية ديالي أول حاجة كانت بدراسة الموسيقى بالمعهد الوطني للموسيقى بمدينة الرباط. مسابقة دولية في آلة الجيتار في إيطاليا، كانوا مشاركين فيها أزيد من 7 دول، وتبارك الله كانوا عازفين في المستوى، والحمد لله قدرت نفوز بالمرتبة الثانية على الصعيد الأوروبي. الميساج اللي نبغي نوصل هو كاينين طاقات مغربية أو عربية كثيرة وعازفين في مستوى عالي، كي خاص غير تمد لهم يد المساعدة وتعطاهم فرصة باش يقدروا يبانوا في الوطن ديالهم. شكراً.